من زواج مبكر، إرث، الحضانة، كل هاي القضايا الإشكالية، وأبرزها قد يكون هو الزواج المبكر اللي مرق سنين كل الدراسات كل المعلومات عم تحكي عن تأثيراته السلبية الصحية النفسية الاجتماعية. نتائج هاي الدراسة سعيدة بوجود كل المشاركين معنا فيها، رح أرجع أقدمهم من جديد. وهذا وأننا نشدد أن القضايا المحيطة بنا هي في صلب حراكنا النسوي، فلن يكتمل نضالنا من دون تحريرنا، أي جميع من فينا في هذه القاعة، من الاحتلال والاستعمار بكافة أشكاله. تقرير سريع على أبرز النتائج المقلقة اللي طلعت من الدراسة. 99% من المجيبين والمجيبات تم تسجيل زواجهم، وأكثريتهم يا إما سجلوا فورياً أو في غضون شهر واحد. هون سألناهم عن الفتيان وعن الفتيات. 39% قالوا إنه منتشر جداً، سوري 49% قالوا إنه منتشر بكثرة، و 15% من المجيبين قالوا إنه منتشر بكثرة جداً للفتيات تحديداً. كل الكتل الممثلة في اللجنة ومش